بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، نستأنف محاضراتنا في مادة صناعة الأسنان للفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. This is part 1 of lecture 10. في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع waxing أو contouring and try-in of complete denture. راح نتعرف على خطوات العمل ما بعد الـ teeth arrangement. احنا بداية العمل بالـ complete denture manufacturing بلشنا من خطوات الأولى من أخذ طبعة المريض الـ impression. بعد الـ final impression سوينا الـ final cast وعليه رتبنا الـ denture base والـ bitrim ورتبنا عليه الأسنان الصناعية. طيب شنو المرحلة القادمة من العمل؟ راح تكون بنفس الأهمية لكن اتجاه العمل راح يكون مختلف. مثل ما نوهنا في المحاضرات السابقة، الكومبليت دينشر يحتوي على عدة سطوح. السطح الأول هو الأوكلوزال سيرفيس اللي هو يشمل سطوح الأسنان اللي يستخدمها البيشنت للأكل أو يستخدمها الإنسان الطبيعي للأكل، هذا الأوكلوزال سيرفيس. أيضا يوجد الفيتنج سيرفيس اللي هو سطح الملامس للسوفت تيشو اللي هو يكون باتجاه عظم الفك، يسند الكومبليت دينشر على عظم الفك. وأيضا يوجد البولشد سيرفيس. البولشد سيرفيس هو مثل ما تشوفون السطح اللي هو خارج سطوح الأسنان حوالين الأسنان، ويشمل أيضا الفلانجز اللي هي المناطق اللي هي تنزل بالفستيبولز. فلذلك لازم نعرف هذه المرحلة من العمل، مرحلة الواكس أب أو الكونتورينج، وين راح يكون العمل بها تحديدا؟ راح تكون في البولشد سيرفيس. To put it in a proper definition, it is the outer surface that contacts the oral tissues as intimately as a tissue side and they developed by contouring the wax. شلون أحصل على appropriate polished surface بالcomplete denture؟ شنو أهمية البولشد سيرفيس؟ بشنو أني أحتاجه؟ ليش ممكن البولشد سيرفيس يأثر على الcomplete denture؟ ألخصها لكم بثلاث نقاط. إنه الشكل النهائي للpolished surface راح يأثر لي على retentive quality، وراح يأثر على الأستاتيك values، وراح يأثر على التيشو توليرانس. نجي عليهم واحدة واحدة. retentive quality، لأنه إذا تذكرون إحنا قلنا إنه polished surface هو يشمل السطوح الملسة لكن أيضا يشمل الفلانجز. الفلانج طولها، الإكستنشن مالتها لوين تكون ممتدة، العرض مالتها شقد أنا مطيتها كونتور، هذا راح يأثر على الريتينتيف كواليتي، يعني راح يأثر على ثباتية الكومبليت دينشر. يعني مثلا هذه الفلانج هنا إذا أنا مسويتها مثلا أوفر إكستندد، نازلة زيادة عن اللزوم، أو أوفر ثيك، الثخن مالتها أو الثيكنس زيادة عن اللزوم، ما راح يقدر البيشنت يلبس الدينشر ويستخدمه بصورة طبيعية، لأنه هاي الثيكنس أو الإكستنشن راح تخليه unretentive، راح يطلع الدينشر من مكانه بفعل أنه راح يتعارض مع عضلة اللسان والcheeks أو اللبس. النقطة الثانية الأستاتيك values، طبعا إذا الكمبليت دينشر شكله ما مناسب للأستاتيك values of the patient، البيشنت ما مقتنع بشكله، ما مقتنع بجماليته، أيضا راح يأثر على النتيجة النهائية للعلاج. طبعا التيشو توليرانس هنا نرجع للصورة السابقة. التيشو توليرانس نحكي مثلا البوستيريور سيل أو الفلانجز. التيشو توليرانس لها علاقة أيضا
بالسموذنس، بالثكنس، هل انه اكو سطح خشن، هل انه اكو حافه حاده، لانه اذا فعلا موجودات راح يتاذى البيشنت، التشوز اللي تحت الكومبليت دنتشر راح تتاذى، راح ممكن يصير بها تقرحات، ممكن البيشنت يتجرح، وبالتالي ايضا راح تاثر على النتيجه النهائيه للعلاج. بدايه الواكس اب حتى تفهم شنو معنى واكس اب او شنو معنى الكونتورينج، هو انه اخلي باترن ان واكس ابلايد تو ا ترايل دنتشر. الكومبليت دنتشر بهالمرحله مرحله انه اكو دنتشر بيز وبايترم وعليها اسنان صناعيه، صار اسمه ترايل دنتشر، يعني صار كومبليت دنتشر في مرحله التجربه. الواكس اب يتم، احنا اتفقنا على البولشت سيرفيس، يعني فقط السطوح الخارجيه اضيف لها باترن بالواكس. الشمع الاعتيادي اللي احنا نستخدمه بالمختبر نستخدمه بطرق معينه حتى اضيف عليه تفاصيل معينه. شنو الغرض منها؟ انه انطي رياليستيك دوبليكيشن، احاول انطي شكل طبيعي وواقعي للكومبليت دنتشر. ايضا labial and buccal border should fill the buccal and labial vestibules. مثلا الصوره اللي امامكم، اذا تنتبهون هذه المنطقه اللي هي تشمل الفيستيبولز، ايضا بالنسبه هنا على الكاست شوفوا شلون انه الفلانجز والاكستنشن مالت الكومبليت دنتشر فل ذا فيستيبول، ما نازل وايضا مو صاعد زياده عن اللزوم، في الاكستنشن المطلوبه بالضبط تو فل ذا فيستيبول. نقطه ثانيه لازم ننتبه عليها اللي هي النوتشز should accommodate the frenum، سواء انه labial frenum او buccal frenum in size and direction. هذه الفي نوتش اللي احنا قلنا نسويها حتى accommodate، حتى نسوي مجال للabial frenum. اذا تذكرون من اخذنا المحاضره الثانيه قلنا هي limiting landmark، وبالتالي انا لازم اوفر لها space بالcomplete denture، ما اقدر اغطيها بالacrylic، فهاي الفينوتش لازم تكون حجمها واتجاهها مناسبات بحيث انه الليبيال فرينم او حتى البكال فرينم تاخذ مجال وتاخذ راحتها بالمكان، ما يسلط عليها ضغط زيادة ويسبب بها جروح وتقرحات. مثلا انتبهوا هنا على هاي المنطقة، البكال فرينم مضغطة كلها بالأكريليك، سو هذا العمل يعتبر unacceptable. Flanges should be compatible with cheeks and lips. طبعا مستوى الفلانج لازم يكون الثيكنس مالتها، لازم يكون الارتفاع والاكستنشن يكون ما يتعارض مع حركة الشيكس واللبس لما تجي في كونتاكت مباشر مع الكومبليت دنتشر فلانج. Curved interdental papillae، هذه حسب البيشنت ايج احددها. نرجع للصورة، انتبهوا لي هنا هذه المناطق المثلثة اللي هي بين الأسنان، هذه ما تسمى بالإنتردنتال بابلي، وهذه طبعا تتعلق بعمر البيشنت، لأنه من تذكرون من أخذنا المحاضرة السلكشن الكريتيريا للسلكشن أوف أنتيرير تيث، قلنا من أهم الأشياء أنه إحنا من نرتب الأسنان ومن ننطي الشكل النهائي للكومبليت دنتشر لازم ننطي شكل واقعي مناسب لعمر المراجع. يعني ما معقولة مراجع مثلا عمره 60-70 سنة وأني أنطي انتردنتال بابلي مثلثة وواضحة وكونتور كأنما لشاب عمره 20 أو 25 سنة، لازم أراعي هذا الشيء. فمثلاً البيشنت الألدرلي تكون مو هيك مثلثة وشارب، وإنما تكون بلانت، تكون دائرية. فولد بوستيرير أريا، اللي نقصد بها البوستيرير أريا البوستيرير باليتال سيل، إذا تنتبهون هنا بالنسبة للأبر كومبليت دنتشر هذه هي منطقة posterior palatal seal. compatible lingual flange with the tongue. lingual flange ممكن أن تكون واحدة من أهم أسباب فشل complete denture، ممكن أنه سبب مشاكل كبيرة للpatient وللdentist إذا ما أخذناها بالحسبان من بداية العمل. فإذا مثلا lingual flange
كان الاكستنشن او العرض او انه بيها شارب ايدجز ممكن انه تأذي، وممكن ايضا انه تتعارض مع عمل التونج في حالة مثلا مثل هاي الصورة اضافة كمية كبيرة من الاكريليك في هاي المنطقة راح تتعارض مع عمل التونج، وممكن انه تسوي displacement للcomplete denture. reproduce the rugi area، هذه طبعا حتى نعطي الديتيلز النهائية للماكسيلاري كومبليت دنتشر. عادة هنا العمل ما يسمى بالباليتال سيرفيس اوف ذا ابر كومبليت دنتشر يتم بنقطتين، انه اني انطي ثيكنس للباليت عموما تقريبا 2 إلى 2.5 ملليمتر، اضيف طبقة من الواكس هنا واحاول ادمجها ويا الفلانجز ووي مستوى الأسنان بحيث أنه تنطي ثيكنس مناسب للبالت. بعدها أقدر أضيف الديتيلز اللي هي متعلقة بالروجي أريا، وهي مجرد أنه تساعد للكمبليت دنتشر يأخذ شكله الطبيعي أكثر، وبنفس الوقت راح يكون لها أهمية في البرونونسيشن وفي الطريقة تلفظ ال patient لمخارج الحروف. posterior palatal seal هنا بصورة أوضح أيضا. lingual flange طبعا هي مو بالضرورة إنه تكون بهذا الثيكنس، ممكن إنه أنا حسب حاجة ال patient، حسب إطباق ال patient، حسب الكمية اللي أنا أحتاجها، حجم lingual space اللي عندي. لذلك هي individually يعني we should prepare it on an individual basis لأنه تختلف من patient إلى آخر. البروسيجر شون أسوي الواكس أب؟ ما دام الخطوة متعلقة بعمل الواكس، فإذا نرجع للمادة الأساسية اللي هي الواكس شيت. هو ممكن أنه سوفتن على بنزين برنر هذه الشعلة، نحاول نلين المادة شوي ورولت تنطوي وتترتب على الليبيال والبكال سيرفيس اوف ذا كومبليت دنتشر، هيجي فوق مستوى الاسنان تتخلى حتى نبلش ننطي الشكل والديتيلز اللي محتاجيها. بدايه الكونتور العام للكومبليت دنتشر لازم يكون كونفكس كونتور، يعني لازم ننطي شكل المحدب هذا للcomplete denture سواء انه كان upper او lower، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه البكل gingival bulge لازم اضيفه في مناطق الfirst والsecond molar. فمثلا بالنسبة للlower ده تلاحظون تشوفون هذه المنطقة هنا، وكأنما انه هاي المنطقة تكون ضايفي لها واكس أكثر. هاي الخطوة جدا ضرورية حتى نوفر horizontal support لمنطقة التشيك وننطي منظر امتلاء طبيعي لمنطقة الخدود. ممكن هنا بتفاصيل أكثر انه حتى تنتبهون انه الواكس ما يكون بنفس مستوى، يعني ما يكون لازق على الدنتشر بيز، وانما لا انطي فد ثيكنس اضافي شوي. عادة احنا نخلي قطعة من الشيت واكس هنا نموعها ونخليها ونحاول نرتبها بطريقة معينة بحيث تنطي هذا الامتلاء، تنطي هذا البلج. من التفاصيل المهمة اللي ممكن تنطي شكل جدا مرغوب للكمبليت دنتشر هو الكارفينج around the neck of the teeth، منطقة التقاء السن بالجم. إذا تنتبهون على الأسنان الطبيعية هي بها الشكل، يعني ما يكون تكون الجم فلات ورأسا جاية لازقة، أكو تركيب صغير يسمى الفري جنجايفال مارجن، مثل حلقة صغيرة تكون منطقة خفيفة حوالين منطقة السن. هذه التفاصيل ممكن أضيفها من خلال هذه الخطوة، أنه أسوي thinning للواكس around the neck of each tooth. ممكن أستخدم واكس سباتولا أو حتى لاكرون حسب الأداء اللي أنت تفضلها، المهم أنه تطلع عندي التفاصيل بهالشكل هذا. Festooning is produced by creating depression interdentally.
هذه الخطوة أيضا بالأسنان الطبيعية، إذا تنتبهون منطقة السن تكون شوي مرتفعة، وبين كل سن وسن أكو منطقة منخفضة شوي. ليش هذا؟ شنو سببها؟ لأنه هذا سن طبيعي ويكون بجذر، الجذر راح يبرز تحت اللثة، يكون شوية بمنطقة ارتفاع. بالأسنان الصناعية احنا ما عندنا جذور، وبالتالي لازم حتى أنطي رياليستيك إفكت للكومبليت دينتشر حتى أطلعها بشكل طبيعي أكثر، أحاول أسوي هاي الخطوة، أسوي فد ديبريشن صغير بين الأسنان. هذه الخطوة أسميها فيستونينج. خلال مرحلة الكارفينج عموماً لازم أراعي شغلة أنه هل أنا دا أشتغل بالأنتيريور سيجمنت لو بالبوستيريور سيجمنت. ليش؟ لأنه الزاوية اللي راح أشتغل بها تختلف. بالأنتيريور ريجن زاويتي راح تكون 60 درجة، وبالبوستيريور ريجن لا راح تكون 45. ليش؟ حتى أنطي هذا الإفكت اللي هو الكونفكس كونتور. هذه أهمية زاوية الكارفينج. أيضا من الخطوات اللي ممكن تضيف جمالية على شكل الكومبليت دينشر هي الستيبلينج أوف جينجيفا. الستيبلينج هو أيضا ريبريزنتيشن أو سيميوليشن لما موجود بالأسنان الطبيعية. إذا تنتبهون خصوصا عند الميل واللي هو young healthy male، القم لما تكون صحية لونها وردي. هسه هنا نقدر نشوف ثلاث شغلات مع بعض، راح نقدر نشوف free gingival margin، هاي المنطقة الخفيفة من القم دائر مداير الأسنان. راح نقدر نشوف interdental papillae، هذه المثلثات اللي هي بين الأسنان، شوفوا شو مثلثة وشارب. راح نقدر أيضا نشوف الفيستونينج، راح نقدر نشوف الديبريشن، هاي الخسفة اللي هي بين سن وسن، وشلون انه مستوى السن هو مرتفع عن منطقة بين الأسنان. ايضا اذا تنتبهون الجم مو سموث، مو فلات ولماعة، وانما بيها منظر يشبه الأورنج بيل، يشبه قشر البرتقال. هذه اسميها ستيبلينج اوف جينجيفا. حتى نقدر ننطي شكل طبيعي أكثر للكومبليت دينتشر ممكن أنه أنا أسوي هاي الخطوة أيضا. شلون؟ ممكن أستخدم راوند بير اللي موجود بالمختبر، راوند بير اللي أستخدمه ويا الإنجن، وأسوي تاتشز خفيفة، فدلمسات خفيفة داير مداير المنطقة. أكثر المناطق اللي نقدر نسويها هي المنطقة الأنتيريور سيجمنت أو الأستاتيك زون، فقط في المنطقة اللي يبين بها لما البيشنت يضحك. نقدر نستخدم راوند بير بلمسات خفيفة، يعني نقاط، أو أنه نستخدم توث براش، فرشاة أسنان اعتيادية، والواكس هذا نخليه أيضا على البرنر، هذا هاي المنطقة شوية نلينها، نخلي على نسلط عليها نار. لما نصير لين الواكس نجيب التوث براش وأيضا نطبطب بها تابينج، حركة طبطبة خفيفة على السطح، وبعدين مباشرة نقدر نمسحها بقطنة مبللة بمي بدرجة حرارة الغرفة حتى شنو تاخذ الشكل النهائي لها. نقطة أساسية لازم ما ننساها أنه هذه الخطوة مو دائما نقدر نسويها، ولا نقدر نسويها في كل مناطق الكومبليت دينتشر. ليش؟ لأنه لها ديس أدفانتج. من أسوي هذه الحفر معناها أني راح أنطي مجال لتجمع بكتيريا، لتجمع بقايا أكل، ممكن إذا البيشنت الأورال هايجين عنده مو تمام، إذا هو البيشنت الهاندسكل عنده مو تمام بحيث ما يقدر يفرج المنطقة ويقدر ينظف الدينتشر مالته بطريقة إفيشنت، فهذه راح تسبب لنا مشكلة، لأنه راح يلتم عليها تكلسات وأوساخ، وتنطب النتيجة بمكان ما هي حتى تضيف جمالية وواقعية على الكومبليت دينتشر راح تسبب مشكلة. بالنسبة للبوستيريور باليتال سيل، هي من أهم التفاصيل اللي ممكن نعتني بها في الكومبليت دينتشر مانوفاكتشرينج.
الـ posterior palatal seal area تتحكم بشكل أساسي بالـ retention of complete denture، خصوصا إذا إحنا طبعا هنا دا نحكي فقط عن الـ upper complete denture. نعرف لذلك لازم أعرف هذه المنطقة تحديدا وين، شلون أحددها، وشلون أنقلها إلى الدنشر النهائي. بداية إحنا كل إحنا أخذنا فكرة سابقا عن أنه هي منطقة الجنكشن بين السوفت والهارد باليت، وأنه هي المنطقة اللي أقدر أسلط بها ضغط بحدود معينة حتى أستفاد منها للريتينشن، أستفاد من هاي المنطقة أنه أزيد الثكنس مالت الكومبليت دينشر هنا حتى أسلط ضغط على هذه السوفت تيشوز، وهذا الشيء راح يسوي نيجاتيف بريشر ويوفر لي قوة التصاق إضافية للأبر دينشر بالباليت، راح يزيد الريتينشن. طيب هسه أنا محتاجة أعرف شلون أحددها in a real oral cavity. بداية البيشنت wide open mouth، ونحدد المنطقة من الهاميولر نوتش إلى الفوفيا بالتاين ثم إلى الهاميولر نوتش على الجهة المقابلة. هذا طبعا نوع من الأقلام خاص، هو يستخدم فقط لهذه الأشياء لتحديد أي نقطة داخل الأورال كافيتي. بعدين أجي الدنتشر بيز الجاهزة ألبسها للبيشنت، يبقى لابسها. راح نلاحظ أنه هذا الصبغة مالت القلم انتقلت على الدنتشر بيز. بعدها الخطوة أنه أي شيء وراء الخط راح أشيله باستخدام طبعا الإنجن والبير أو أكريليك بير، ونجي نشيل كل هاي المنطقة الزائدة. المنطقة اللي هي أمام الخط هي راح تصير البوستيرير سيل للأبر دينشر. طيب هذه الخطوة بعد ما كملتها أرجع الدينشر على الكاست، وأجي للجزء الأساسي الآن اللي هو الكارفينج أوف بوستيرير باليتال سيل أريا. هنا من الهاميولر نوتش طبعا احنا حددنا هسه هذا الخط. المنطقه الاماميه راح تنقسم الى تو بيدز، المنطقتين مرتفعات كل وحده بيهم تقريبا العرض راح يكون 1.5 مليمتر، ارتفاع 1.5، يعني فد شيء صغير، ارتفاع بسيط ثم ارتفاع بسيط ثاني هنا وترجع. بعدين اقدر اسوي كارفينج، اشيل من الكاست بهالمنطقه، أحاول أحفره أيضا بعمق 1 إلى 1.5 مليمتر، ما أخذ هواي من الكاست على اعتبار أنه هذا الكاست بعدين إن شاء الله راح تشوفون بالمراحل القادمة من العمل راح يدخل في مرحلة البروسيسنج، فالدنشر بيز طبعا راح تدخل ويا الكاست، راح تكون موجودة فوق الكاست، وهذه الحفرة الفراغ اللي صار بين الكاست وبين الدنشر بيز كله راح ينملي من الأكريليك الهيت كيور أكريليك اللي هو راح يمثل الجزء الأساسي بالدنشر النهائي. يعني قاعدة الدنشر ما راح تبقى هي هذه نفسها، وإنما هاي قاعدة الدنشر كلها راح تتموع وراح يدخل بمكانها أكريليك جديد. الأكريليك الجديد من يجي راح يملي هذا الفراغ، وبالتالي الأبر دنشر النهائي راح تكون بهاي المنطقة أثخن من باقي الـ palatal surface of the upper denture، وهذه طبعا وجود انه هي تكون أثخن معناها راح أحقق اللي أنا أريده، راح تكون شوية الثكنس أكثر هنا، وبالتالي راح يسلط ضغط أكثر على هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي راح أزيد قابلية التصاق الدنشر بالباليت وأزيد الريتينشن. إلى هنا نهاية الجزء الأول من المحاضرة، شكرا جزيلا.